صباح الخير لكل مشاهدين دنيا يا دنيا. بفقرة الرياضة لليوم رح أكون معكم أنا كوتش روان، معاي كمان الكوتش مصطفى. صباح الخير. اليوم شوي رح تكون الفقرة مختلفة. اليوم رح أورجيكم كيف منهيئ العضلات، المفاصل والعضلات الرئيسية بالجسم قبل ما نقوم بأي مجهود رياضي سواء كان متوسط أو عالي. كمان هاي لحتى نتجنب الإصابات. كمان هاي التمارين رح أورجيكم إياها اليوم، كتير مهم نعملها الصبح أول ما نصحى للناس حتى اللي ما بدهم يعملوا أي مجهود رياضي لحتى يضلهم يشغلوا ويحركوا مفاصلهم، وللناس خلال النهار اللي بيقعدوا ورا مكاتبهم فيهم يعملوا هاي التمارين. بنبلش اول شيء بالجزء العلوي من الجسم، تدريجيا ننزل للجزء السفلي من الجسم. بنبلش اول شيء بالرقبه، رح ابلش اطلع تحت، اوكي، ايدي على خصري، شوي شوي ارفع راسي لفوق، اوكي، باخذ راحتي بهاي الحركه، ترميح، اوكي، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، and stop. طبعا بنعمل كل تمرين 10 ثواني ل 15 ثانية حسب ما بدنا. هلا رح نحرك يمين شمال، go، اوكي، شوي شوي برجع للوسط، بروح بحرك من جهة لجهة، ما بستعجل ابدا، اوكي، ترميح، اربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، and stop. من هون رح ابلش اعمل نص دوران، ببلش بجهة اليمين، go، نص دوران وبرجع رجوع، هاي التمارين كتير بسيطة، سهل نحفظها وسهل نعملها، ما بتاخذ من وقتنا ابدا اكثر من 5 ل هيك 7 دقائق بالكثير، اوكي، 4، 3، 2، 1، and stop. هلا رح نبلش بالكتاف بالمفصل، رح نبلش نعمل دوران لقدام. أهم إشي أجيب كتافي كتير لقدام، أرفعهم لفوق، بتصير رقبتي بين كتافي، أبدا ما بستعجل، باخذ وقتي، أوكي، ترمية، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، هلأ بعكس، جو لورا، كثير مهم ارفع كتافي لفوق قد ما بقدر واخذ راحتي قد ما بقدر، اوكي، طبعا اوريدي بلشت احس بعضلاتي، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، and stop. هلا رح اجيب ايدي كاملة لقدام، go، ايدي كاملة قدام، بضم كتافي لجوا وانا بجيب ايدي لقدام، يس، ظهري مستقيم، كثير مهم احافظ على نفسي، كل ما كنت ابطا كل ما كنت بستفيد اكثر، 2 more، last one، and switch للجهة الثانية بالعكس، اوكي، ابطا، هلا كتافي بشدهم لورا، اوكي، زي ما حكيت كثير مهم قبل اي مجهود رياضي سواء كان كارديو حمل اوزان نعمل هذا الاحماء لحتى نتجنب الإصابات، and stop. هلأ رح أعمل لمفصل الكوع، أوكي، رح أجيب إيدي من جوا، أوكي، لبرا، أوكي، طبعا هذا الجزء من إيدي بضل ثابت، بس هذا الجزء اللي رح يتحرك
اوكي بهاي الطريقه. اوكي حافظ على نفسي. أربعة، ثلاثة، اثنين، and stop. نعمل بالعكس، go. من جوا لبرا. من جوا، yes. Two more, and stop. هلأ إيدي مع بعض. رح أبلش أحركهم بهاي الطريقة. أوكي. حركة دورانية. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، and stop. هلا رح أنزل لتحت منطقة الهيب، رح أعمل دوران خفيف. أوكي، برجع كل جسمي لورا، برجع لقدام. أوكي، بشد بطني. Keep going. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، نعمل سويتش، جو. سويتش. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. من هون رح أعمل تورسو تويست بإيدي، نبلش بإيدنا اليمين، بلف بطلع فوق كتفي، برجع جهة تانية، جو. أهم إشي إني أطلع فوق كتفي. أوكي، نظري فوق كتفي. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. من هون رح أنزل، الكوتش رح يوقف بالعرض، أنا رح أضل وجهي لإلكم. رح أنزل ألمس الأرض وأرجع أطلع لفوق وأعمل lean back. Go. Down touch. Up. أهم إشي نظري ضل على السقف لما أعمل lean back. Touch. إجري دولهم مستقيمين حتى لو ما إني وصلت للأرض. أهم إشي إني ما أتني رجلي. مسافة بين رجلي هي مسافة الحوض. Okay. نظري يضل للسقف. ثلاثة، اثنين، واحد، and stop. من هون رح أحط إيدي فوق بعض بهاي الطريقة، رح أرفع إيدي لفوق ورح أعمل full torso twist. Go. Round كاملة. Okay. Two more. Last one. إجري ضلهم مستقيمين and switch. Go. كثير نعمل حركة ببطء. أبداً ما نستعجل. Okay. Two more. Last one. And stop. رح نبلش هلا بعضلات رجلينا. Okay. رجلي لفوق. رح أمدها straight. وارجع هون لازم احافظ على توازني كمان، فبضل شادي عضلات بطني. فينا نلمس حيط او اي شيء اذا مش قادرين نحافظ على التوازن. هدول التمارين كمان كثير مفيده للي عندهم مشاكل بركبتهم، فيهم يعملوهم وهم قاعدين على كرسي، من مثلا 15 ل 20 تكرار كل رجل. اوكي، اخر مره بثبت رجلي محلها. هلا رح اشتغل على الكاحل، رح انزله لتحت وارفعه لفوق، لتحت ولفوق، تحت لفوق. Two more. Last one. بخلي رجلي تحت، بعمل دوران. Switch. اوكي. رجلي الثانية، switch legs. رجلي الثانية لفوق، برفعها زاوية 90. بمدها ستريت لقدام وبرجع. اوكي، زي كني بتفش بكعبي. اوكي، بثبت محلي، بنزل الكاحل لتحت لفوق لتحت لفوق. اوكي، اجري بضلها لتحت، بعمل دوران.
اوكي بعمل سويتش and stop. بهيك بنكون هيئنا المفاصل والعضلات الرئيسية بالجسم قبل أي مجهود رياضي زي ما حكينا، أو فينا نعملها الصبح أول ما نصحى خلال النهار لما نحس إنه عضلاتنا بحاجة إنها تتحرك. بتمنى إنكم تجربوا هاي التمارين، بتمنى إنكم تستفيدوا منها، وهلا بنرجع بنكمل فقراتنا مع دنيا يا دنيا.